كاين ناس تجي الملائكه ملائكه يحوزوهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم، يحوزوهم ما يخلوهمش، يقول لهم انتم ممنوع الحوض، ينادي ويقول امتي امتي، يقول لهم هذوك تاوعي، هذوك الناس امه تاعي، علاه ما خليتوهمش؟ تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. كل واحد كل إنسان فينا راح يدعي أنه إنسان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وشحال من فرق راهي تدعي أنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وشحال من إنسان في الحياة هذه راه يقول في ذاك أبي وأمي يا رسول الله بلسان، يقول هكذا وش يحب، وينتمي يقول احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قول وش حبيت، قول وش حبيت أنت. يوم القيامة لما يحشرنا الله تبارك وتعالى وش يدير ربي سبحانه وتعالى؟ يعمل رحمة بأمته وتكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعطيه حوضا، يعطي له حوض. وانت لو كان توقف دركا الآن فلاري تاع الطروليات برا، كنت تروح توقف في محطة الحافلات ساعة واحدة تحتاج إلى أن تشرب شربة ماء. فما ظنك بوقوف مئات السنين بين يدي الله في أرض المحشر حافي عاري والشمس عند راسك وانت تستنى؟ يكون أحوج ما يكون للناس شربة الماء. فيعطي ربي سبحانه وتعالى حوضا للنبي عليه الصلاة والسلام. ذاك الحوض، هذاك الحوض الذي هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهو من مجوف من اللؤلؤ، هذا الحوض هذا حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. ينادى بأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تشرب من ذلك الحوض، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله من فضله ذلك. الناس يروحوا يشربوا، فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تروح تشرب، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يذادن أناس من أمتي عن الحوض. كاين ناس تجي الملائكة ملائكة يحوزوهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحاوزوهم ما يخلوهمش، يقول لهم انتم ممنوع الحوض، احنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وينادي هو الرحيم عليه الصلاة والسلام، ينادي ويقول أمتي أمتي، يقول لهم هذوك تاوعي، هذوك الناس أمة تاعي، علاه ما خليتوهمش؟ الملائكة تقول له أو يقال له لعلي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هذو ناس بدلوا، ما قعدوش كما كانوا، هاد الناس جاو جابوا دين جديد يا محمد، هادو ما راهمش تاوعك، هادو ما يشربوش من الحوض. قال فيذادون عن الحوض، يروح ما يشربوش منه. علاه؟ لأنهم أناس بدلوا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.